كل هذه البروباغاندا الإعلامية والحديث عنها وتسع سنوات مضت وانقضت ومجموعة من الكذابين الدجالين المدفوعين اللي كانوا يحاولون أن يلصقون تهمة مثل ما طرحت في تقريرك، يتهمون الإخوان في عصائب الحق ويتهمون بعض الجهات المقاومة أنها سرقت المصفى. هسه هذه يعني خو كشفت وعرفت المواد وين، مو المواد بسليمانية كما يكذب الآخرين، هنا المشكلة، مو المواد كانت ما دخلت أربيل. هسه نقول ذيك الفترة كان أكو خلل أمني وانهيار أمني، شلون كيف مثل ما سألت حضرتك شلون من دفع الفلوس هذا التاجر دكتور أربيل؟ هسه يعني هو هنا هي السارق بحسب الروايات الحكومية والحقيقية هذه الفترة كانت هناك معارك واشتباك وجزء من داعش ومن يحمون داعش اللي يعملون أيضا بالمصفى. تعرف مصفى بيجي تخصصي، يعني اللي كانوا يعملون في تلك المناطق، لا أقول كلهم، أكو ناس شرفاء وأكو ناس حريصين على المال العام، لكنه المتواطئين واللي نقلوا هذه المواد، خط السير اللي كان موجود، إيش وقت هاي المواد النقلت، مو كانت هذه معارك، مو كان أكو خط، منو أمن لهم الحماية؟ هذه هذا التساؤل المنطقي. طيب. بعيداً عن الروايات الغير منطقية اللي تحاول أن تتهم الآخرين. أريد أقول رئيس لجنة النفط النيابية الطاقة النيابية تحدث بكل صراحة ووضوح وقال نمتلك كتب وأدلة بن زمن الدكتور حيدر العبادي، لكنه الأشخاص هسه تاجر غير تاجر جهة أخرى. طبعا بالمناسبة أنا كان بودي في برنامجك يكون شخصية تمثل الإخوان في الديمقراطي رسمية حتى نسمع منهم الرواية الرسمية، ولكن للأسف يبدو أنهم معتذرين وما حد طالع يعني في هذا الخصوص، لأنه الأخوة في السلطة هناك في الإقليم ما تحدثوا يعني ما ردوا. طيب وذكر سيد رئيس الوزراء وشكر بعض الجهود اللي ساهمت. أنت الآن أنت جاي توجه اتهاماتك إلى البارتي، طيب ليش البارتي الآن يكشف عن هاي المواد ويقول للسوداني تعالوا أخذوا وهي بمخازن يواش هي بمخازن دكتور حيدر؟ لا مو صحيح، بس يواش هي مخازن موجودة بأربيل وممكن التغطية عليها والاتهامات حول العصائب وش اسمهم دولة بعد ما أعرفهم زين خلاص ليش أربيل حكومة أربيل تكشف عنها الآن؟ مو منو قال لك حكومة أربيل كشفت؟ لا اللجنة النيابية وحكومة السيد العبادي في ذلك الوقت وإرادة وشجاعة وقوة رئيس الوزراء الحالي اللي أنتجت إلى هذه النتيجة، باعتبار أنه هذا خو كون منجز، كون نفرح به، كون نشجع أنه هكذا المال العام عندما يسرق رواية متماسكة يرجع. ممكن نصدق بها، شنو هاي الرواية؟ أستاذ عدنان عزيزي إيه؟ مو هاي الرواية الحكومية هي الأقرب إلى الواقع وهي الحقيقة. بالنتيجة إحنا اليوم أنا ما أتهم، طبعا بالمناسبة ما أتهمت الإخوان بالبارتي وبالتالي ما ممكن أكو، قد تكون هناك ناس مشتركة مستفيدة من هذا الأمر، لأنه مثل يعني ما ممكن أن تدخل إلى أربيل بدون أن يكون هناك علم للسلطة، بدون أن يكون هناك علم للقوات الأمنية، ما ممكن يعني مو معقولة. وحتى في ذلك الوقت ما كان أكو معارك اشتباك.